مرحبا بكم اعزائي متابعي قناه برامج ولا وين ما تكونوا، وياكم مختار العراقي. اليوم ضمن حلقه مراجعات الهواتف الذكيه، طلبوا احد المتابعين مني مراجعه لاحد هواتف شاومي العام 2018. فبعد ما طلعت على المواصفات انصدمت صراحه بالمواصفات الراقيه اللي قدمها هذا الهاتف، وهو شاومي ريدمي نوت 5 برو. هذه النسخه هي تعتبر النسخه المضافه الى نسخ الفايف والفايف بلس، لكن هذا البرو او هذه النسخه تحديدا هي تاتي بمواصفات جدا عاليه وراقيه وسعر جدا مميز. لهذا خلونا وياكم حتى نتعرف على هذا الهاتف بعد الفاصل. اول ما نتكلم عن الشكل والتصميم، فشركة شاومي فاجأتنا بهذا العام، ودائما هي مفاجأة شركة شاومي من ناحية التصميم. شركة شاومي تعتمد على التصاميم الجديدة، وايضا تسبق الشركات الرائدة في الهواتف الذكية على تصميم مغاير وجديد. فمثل ما سبق في العام 2017 شاهدنا نسخة الميم ميكس وكان بدون حواف، وكانت شركة شاومي هي اول الهواتف التي تقدم هذه التقنية اللي كانت جميع الشركات تحارب وايضا تنافس من اجل الحصول على شاشة بدون حواف تقريبا. لكن هذا الشركة شاومي كانت مع ميم ميكس، كان الهاتف جدا رائع، ايضا مواصفات كانت مناسبة لمواصفات الموجودة في هواتف 2017. ايضا كانت السماعات المدمجة تحت الشاشة، فهذه كانت تجربة جدا رائعة من شركة شاومي وجدا مناسبة، وجربوها اغلب مستخدمين الميم ميكس في وقتها وما لاقوا اي مشكلة وياها من ناحية التعامل مع تكون سماعة مدمجة داخل الشاشة. اما عن هذا الشاومي ريدمي نوت 5 برو، فهذا هنا قدمت الشركة تصميم مغاير جدا. فنلاحظ من التصميم من الواجهة الامامية شبيه باجهزة الهواوي، وايضا فنلاحظ من الامام حواف بسيطة من الاعلى ومن الاسفل مع ابعاد الشاشة الجديدة، وايضا احتلال الشاشة لواجهة الهاتف بما يعادل 75%. فبالتالي هذا الهاتف يعتبر مع 18:9 لنسبة العرض والشاشة الامامية راح يحصل على اقبال جدا مناسب من ناحية محبي شركة شاومي، او ممكن انت كمستخدم الاندرويد ممكن تنتقل الى شركة شاومي، لانه ايضا راح تنبهر بالسعر لهذا الهاتف بعد طرح المواصفات اللي راح نذكرها في هذه الحلقة. ايضا الهاتف يتكون من المعدن الالمنيوم من الخلف والزجاج من الامام، مع وجود خطوط الانتينة في الاعلى والاسفل اللي هي تساعد على التقاط شبكة في واي فاي اقوى واعلى. فبالتالي مع هذا التصميم الجديد شركة شاومي تقدم هاتف جدا رائع ومناسب لجميع الفئات المتوسطة، ويكون هو اكبر شيء بالمواصفات يعتبر في الفئة المتوسطة من باقي الهواتف. ايضا نتكلم عن خلف الهاتف، فهنا شركة شاومي للأسف انه حتحاول تقلد مبدأ ما موجود في الايفون اكس مثل باقي الهواتف اللي عملت على مسألة النوتش في شاشة الهاتف، لكن هنا الاختلاف فقط انه الكاميرات الخلفية المزدوجة تكون بشكل عمودي واشبه تماما لبروز الكاميرا ما موجود مع ايفون اكس، لكن الاختلاف انه البصمة موجودة في وسط الهاتف. في هاتف الايفون هو موجود اللوجو الخاص بابل، لكن هنا الشركة اخذت فقط ما مثل ما ذكرنا انه الكاميرا المزدوجة البارزة في الهاتف. ايضا نتكلم عن نوع الشاشة، فهذا الهاتف يقدم شاشة نوع IPS LCD بدقة 5.89 وهو مقارب الى 6 انش تقريبا، وبدقة 1080x2160 Full HD Plus مع كثافة البكسلات 403. ايضا هذا الشاشة او هذه الابعاد الجديدة 18:9 راح تعطيك نسبة ظهور وعرض الفيديوهات مع ملء الشاشة. فبالتالي هنا شركة شاومي دخلت في هذا المجال ايضا ما يخص ال 18:9. ايضا من الاسفل نلاحظ انه عادة يكون ازرار التنقل او شريط المهام هو يكون مدمج بالشاشة وليس موجود على بشكل ميكانيكي على شاشة الهاتف او على هيكل الشاشة. ايضا نتكلم عن المعالج، فهنا شركة شاومي قامت بتطوير وتحديث المعالج للنسخة السابقة اللي هي ريدمي نوت 4. فهنا راح تقدم سناب دراجون 636 ثماني الانوية بسرعة 1.8 جيجا هرتز. طبعا هذا المعالج اذا حبيت تسأل ان هذا المعالج هو يعتبر من الفئة المتوسطة لما يقدم مع بطاقة الجرافيك الادرينو 509 اللي ايضا تساعد على تشغيل بعض الالعاب تكون متوسطة الاداء مع هذا المعالج ومع بطاقة الجرافيك.
فهذا المعالج سناب دراجون 630 هو يعتبر جدا مناسب لما موجود في مواصفات هذا الهاتف والسعر اللي راح نذكره بالأخير أيضا. بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية، هذا الهاتف يقدم ذاكرة نوعين 4 و6 جيجا بايت بالإضافة إلى تخزين 64 جيجا بايت مع إمكانية توسيع الذاكرة ببطاقة SD كارد لغاية 256. أما من ناحية الكاميرات فنتحدث عن كاميرا مزدوجة خلفية 12 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.2 وعدسة ثانية 5 ميجا بكسل في فتحة عدسة 2 مع الـ LED الثنائي هذا الفلاش. وأيضا تعتبر هذه الكاميرات اللي هي تقدم أوضاع البورتريت مود بهذه الكاميرات المزدوجة، فراح تحصل على كاميرات مع التقاط صور بالوضع النهاري جدا مناسبة مع هذه الفتحة العدسة، على الرغم أنه هذه فتحة عدسة 2.2 تعتبر غير مناسبة للوضع الليلي. فبالوضع الليلي هنا وضعت الشركة بعض الأوضاع اللي ضافتها مع هذا الهاتف ومع واجهة تطبيق الكاميرا، فنضيف هنا بعض الأوضاع اللي تعمل على تباين الألوان والحصول على لون أو شاربنس عالي مع هذه الصور، فبالتالي راح تحصل على تشويش جدا بسيط. ايضا يضاف الى ان هذا الهاتف يحتوي على المثبت الالكتروني EIS عند تشغيل الفيديو بدقة الفول HD لكل 30 لقطة بالثانية، فتحصل على ثباتية مناسبة للكاميرا اثناء تشغيل او تصوير الفيديو مع هذا الكاميرا، فراح تحصل على EIS مع هذا الكاميرا. ايضا من ناحية الكاميرا الامامية فنتكلم عن كاميرا امامية عملت الشركة على تطويرها حتى يعني تنال او تستهدف محبين التقاط السيلفي، فراح نحصل على كاميرا امامية بدقة 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2 مع اوضاع البورتريت مود وايضا اوضاع البيوتي اللي تساعد على تصفية الصور من الشوائب، وايضا الاكسبوجر هنا راح يصير تقريبا جدا بسيط لانه العدسة ضيقة فراح ما تسمح لدخول الضوء العالي، فتعتمد على تباين الالوان اللي النقطة المستهدفة بالتقاط المشهد مع الكاميرا الامامية. ايضا نتكلم عن الميزات الاخرى، فالهاتف يقدم فتحة مخصصة لشريحتين لسيم كارد، شريحة او SD كارد او شريحتين، وايضا منفذ للسماعات موجود على هذا الهاتف، منفذ المايك، الازرار الجانبية للصوت مع زر التشغيل، وايضا نتكلم عن البلوتوث الجيل الخامس لان هذا المعالج يدعم هذا الجيل الخامس من البلوتوث، وايضا وجود الانفراريد او الاشعة الحمراء اللي تساعد على تحكم ببعض الاجهزة من خلال تطبيقات اللي تدمجها شركة شاومي مع واجهة الـ EMUI 9 مع هذا الهاتف، لكن نظام الاندرويد اللي يعمل على هذا الهاتف هو نوغا، لكن سيتم تحديثه مثل باقي الهاتف لهذا العام للأوريو، لكن الواجهة هي آخر واجهة من شركة شاومي واللي سبق ان ذكرناها في أحد الحلقات وعرضنا لكم مقطع بسيط عن هذه الواجهة. أيضا نتكلم عن البطارية، فهذا الهاتف مع هذه المواصفات اللي ذكرناها سابقا يقدم بطارية 4000 ملي أمبير، طبعا هي بطارية عالية ومعتمدين على شركة شاومي تقدم مثل هذه البطاريات، لكن لما يكون خصائص الشحن السريع كويك تشارج 2 اللي تقدم تقريبا ما يعادل 30 دقيقة ممكن تشحن الهاتف لغاية 25 أو 28% من نسبة الهاتف، فبالتالي هذا الكويك تشارج مع بطارية 4000 طبعا هذه البطارية ممكن يومين ما تشحن الهاتف بالإضافة للشحن السريع، فراح تعمل أو تساعدك على الحصول على عمل على هذا الهاتف مع بطارية كبيرة وما تحتاج إنه تشحنه بشكل مستمر، وأيضا المعالج يكون أداء متوسط ذاكرة عشوائية، فكل هذه المواصفات مجموعة مع هاتف جدا قوي من شركة شاومي مع أبعاد جديدة وشكل جديد. السعر المميز بهذا الهاتف سيكون بحوالي 230 دولار او ممكن اقل حسب البلدان، فيا ريت من اخواننا المصريين اللي عندهم وكالة شاومي في مصر اللي افتتحت قبل اشهر في مصر ذكرونا سعر الشاومي اذا وصلكم الى مصر وايضا السعودية وباقي البلدان العربية مثل الجزائر والمغرب، فيا ريت تذكرونا سعر الهاتف الموجود في بلدانكم، لكن انا طلعت هذا السعر حسب مواقع الاجنبية اللي هو 200 يورو ما يعادل بالدولار 230 دولار، ويقدم ايضا الوان الشمباني والازرق والوردي والاسود، فهذا الهاتف يكون ثورة جدا جديدة من شركة شاومي وتدخل مع 2018 وتكتسح الهواتف الفئة المتوسطة تقريبا، لكن ايضا ننتظر من شركة هواوي P20 Lite اللي
نزلت المواصفات مالته، وان شاء الله اذا حابين تتركون اسفل الفيديو تعليقاتكم ممكن غدا او بعد غد ان شاء الله ساطرح لكم موضوع ومراجعه لهذا الهاتف. فبالنهايه ما احب اطول عليكم، ان شاء الله عجبكم الفيديو وعجب عجبكم هذا الهاتف، اتركوا لنا اراءكم اسفل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد. وشكرا لكم، كان معكم مختار عراقي من برامج اونلاين.